السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شركة ميتا المالكة الفيسبوك ومالكة الانستجرام والواتساب، هي طبعا موجودة في السوق وبتفكر من زمان في مشاريع كتيرة وبتشتري تطبيقات كتيرة، في بعضهم اللي بتكبره وفي بعضهم اللي ممكن تحس لا ما يخش بنفسها. فكان من ضمن الحاجات دي اللي هو ثريد، نزلوه بقى قريب. ليه؟ لأن إيلون ماسك في التويتر بيعمل شوية حاجات عجيبة، كان من ضمنها مثلا إن هو بدأ يبيع العلامة الزرقاء اللي هي إن الحساب ده موثق بقت بفلوس، وقال لك ليك إن أنت تشوف تقريبا 600 تويتة وأكتر من كده بفلوس، لأن هو عايز يحجم التطبيقات اللي بتقعد تاخد معلومات كتيرة من التويتر. فهم حتى على تويتر عشان ما يقفلهمش حاجة راح مسميها الابلكيشن التاني، سموها الابلكيشن التاني، تمام. فده ايلون ماسك اهوت الحساب بتاعه، هو ليه اكتر من حساب يعني، بس كان كاتب شويه حاجات. فراحوا مطلعين بقى السرير دوت من التلاجة، وفي ثواني في ساعات قليلة ملايين الناس اشتركوا فيه. يعني تويتر قعد شهور كتير عشان يوصل للرقم دوت، لكن الفيسبوك او ثريد بالمعنى الاصح قدر يوصل في وقت قصير، لان ساعه لما تويتر نزل ما كانش الناس مستوعبه يعني ايه التزم ب 140 حرف والكلام دوت. دلوقتي خلاص بقى المبدا نفسه موجود، هو نزل في وقت كويس ومدوس بشكل كويس. انا لقيت نفسي اشتركت فيه من غير ما اعرف، يعني دخلت على الانستجرام كده قدرا، لقيت دوس هنا في تطبيق جديد، دوست عليه لقيته شغال معايا، لكن انا مش ناوي ابذل فيه جهد الصراحه، لان كتر التواصل الاجتماعي ده ممكن يخلي الواحد ما يعرفش يشتغل. ف يعني خلينا نركز على اليوتيوب افضل، لكن كان مدروس بشكل حلو ان كل الناس تتجه، يعني فيسبوك بدا يوجهك ان انت تروح هناك، الانستجرام وهكذا. ف ممكن تعمل كيو كود للعلامه دي وتظهر معاك، او انا اسيب لك الرابط اسفل الفيديو لو انت عايز تشترك فيه. هو يعني نفس فكره التويتر، لكن هو حتى الان مش من على الويب، يعني ما تكتبش من على الويب، لا من خلال الموبايل الاندرويد او الايفون تقدر تستخدم اي واحد فيهم وتبدا تغرد، والناس كلها تبدا تغرد. هو بيجمع بين مزايا الانستجرام ومزايا التويتر، يعني تقدر تقول ان ده التويتر بتاع الفيسبوك. فالناس اللي شغاله في التسويق اكتر حاجه هتفيدهم، لان غالبا اهل الخليج اهلنا يعني هيبقوا موجودين هناك، هم بيستخدموا التويتر اكتر من الفيسبوك، والثريد ده هيفيدهم برضو. فاتوقع الناس اللي تهدف اهل الخليج يركزوا عليه، تمام. انا بالنسبه لي هنشر بس، يعني مش عايز اقعد اتابع، الواحد محتاج 3 4 ساعات كل يوم عشان يعرف يتابع الشبكات الاجتماعيه دي كلها. فالله المستعان، بصوا الروابط بتاعكم اسفل الفيديو دوت، بحيث برضو نبدا نتابع بعض ان شاء الله.